محمد فوزي بكار، فنان عرايس، صمم ومصنع ومخرج ومدرب فنون مسرح العرايس. عرايس الماريونات زي ما قلت هي مختلفة شوية عن باقي العرايس، سواء في طريقة التنفيذ أو في طريقة التحريك. زي ما قلت هي بتتحرك عن طريق الخيوط، في منها أنواع مختلفة يعني على حسب طريقة العرض أنواعها، يعني ممكن تتعرض عن طريق مسرح العرايس، خشبة مسرح العرايس اللي هو يبقى فيه ساتر ما بينه وما بين الجمهور، وفي خشبة خارجية وكواليس وكذا، وفي عروض التفاعلية، عروض الون مان شو أو عروض الشارع أو العرض ما بيني وما بين الجمهور، أنا والعروسة والجمهور في مكان واحد. في عرايس بتاخد 24 ساعة، في عرايس بتاخد شهر، في عرايس بتاخد أسبوعين على حسب الخامات اللي أنا بشتغل بيها، على حسب تصميم العروسة نفسه، ميكانيزم الحركة نفسه. احنا بنعتبر الخشب خامة أساسية، بنعتبر الفوم خامة أساسية، نعتبر العجين زي عجين الورق مثلا خامة أساسية. الفكرة، فكرة العروسة، بعد كده الفكرة بنحولها لسكتش، سكتش تصميم يعني تصميم العروسة يعني، بعد كده تصميم للأزياء، بعد كده تصميم تنفيذي بنفذ كل جزء في العروسة، بعد كده ندخل بقى على مرحلة التنفيذ نفسها، مرحلة صنع كل جزء في العروسة، الجسم والأطراف والرأس وكل الحاجات دي كلها، بعد كده مرحلة التجميع، نجمع كل الأجزاء دي مع بعض، بعد كده مرحلة الألوان وتركيب الإكسسوارات، الشعر لو في شنب لو في حلق لو كل الحاجات دي كلها، واخر مرحله هي مرحله تركيب الخيوط والميزان، ميزان التحريك، دي من اهم المراحل. طبعا كل نوع فيه ليه قوته وفيه ليه حلاوته وليه جاذبيته وليه سحره، بس بالنسبه لي عرائس الخيط او عرائس الماريونيت اللي بتتحرك عن طريق الخيوط ليها سحرها وليها جاذبيتها، وخاصه لما الواحد بيلعب على المسرح، لان العلاقه ما بين المحرك او الفنان اللي بيحرك العروسه وبين الجمهور هي العروسه، هي اللي بتوصل المشاعر اللي عاوز يوصلها او الهدف اللي عاوز يوصله المحرك للجمهور. ده فن، والناس بتختصر ان الفن ده دي شوية خشب انت عاملهم وجمعتهم مع بعض وركبت لهم خيوط وبقت عروسة فقيمتها تبقى 10-15 جنيه. لا، انت فكرت، صممت وفكرت ونفذت مجهود وخدت منك شغل كبير جدا جدا، والقيمة اللي هتعملها العروسة اكبر بكتير من شوية خامات ملهمش لازم، ممكن اكون جايبهم من بواقي نجار او اي حاجة او بواقي تلج. لا، بس انا القيمه هنا بتكمن في ان محرك العرايس هو في الاساس لازم يبقى عروسه، لازم يبقى مقتنع ان هو العروسه اللي بتلعب، يعني لو ما اقتنعش بكده يبقى خلاص هيفشل في توصيل الهدف الاساسي من العرض او من الفكره اللي احنا عايزين نوصلها للجمهور. اكبر مشكله بتواجهنا كمصنعين للعرائس ان احنا ما عندناش الخامات المظبوطه لتنفيذ العرائس. اتمنى النظره العامه وثقافه المجتمع تتغير، واكتر حاجه هتغير ثقافه الناس الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص.